هل الحديث الذي جاء فيه أن هناك باب في الجنة يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون يدخل في ذلك صيام الفريضة فقط؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الجنة لها أبواب، الجنة لها أبواب ثمانية أبواب، قوله صلى الله عليه وسلم دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فدل على أن الجنة لها أبواب ثمانية. والله جل وعلا يقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الجنة لها أبواب، هذا في القرآن، وكونها ثمانية هذا في السنة، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأبواب كل باب منها مخصص لعمل، باب الصدقة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الجهاد، كل باب مخصوص بأعمال من الأعمال الصالحة، ومنها باب الريان هذا مخصص للصائمين. نعم، المخالفون يعني معصية مخالفة، ليست معصية محرمة وإنما هي معصية مخالفة خلاف الأولى والأفضل. نعم، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الزجر، تسمية هذا معصية من باب الزجر، وليس معناه أن ذلك محرم، وإنما هو خلاف الأولى والأفضل.